نرجع طبعا يا احمد لاخبارنا عن النادي الاهلي واللي اكيد بتهم جمهورنا بشكل كبير، لكن هنروح دلوقتي بس لمكالمه مهمه جدا عبر زوم مع البرتغالي بيدرو مانديز لاعب البرتغال وتوتنهام السابق. برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. طيب طبعا احنا عارفين طبعا انه لشبونه في البرتغال هي اللي بتستضيف مباريات دور الثمانيه لابطال اوروبا. امبارح طبعا جمهور الكره اللي بيتابع البطوله تابع اتلانتا وبي اس جي والانتصار اللي حققه بي اس جي في باريس اللحظات سان الاخيره. جيرمان لاول مره من 25 سنه نص نهائي دوري ابطال انا قلت لك انه اوروبا، الفريق ده مرشح بقوه للوصول وانا للنهائي، معاك وانا معاك. واعتقد كمان انه هو هيقابل الكسبان النهارده من ماتش النهارده يعني اتلتيكو مدريد ولايبزيج، وانا اعتقد انه سواء كان اتلتيكو او لايبزيج اعتقد انه باريس بي اس سان جي عنده جيرمان القدره ان فرصه هو يوصل اكبر. النهائي. احنا عندنا ماتشات ناريه، عندنا البايرن وبارسا، ده ماتش يعتبر نهائي مبكر، واللي هيكسب منهم هيلاعب الكسبان من المان سيتي وليون. وما تستهونوش بليون، لان ليون الحقيقه عامل سيزون كويس جدا ومطلع مين ده، مطلع يوفي، يعني مطلع فرقه تقيله جدا من البطوله. امبارح يا احمد فالمان سيتي مع ليون ماتش جامد، البارسا مع باير ماتش جامد، واللي هيطلع من الاثنين دول هيلعبوا بعض، وده ماتش برضو. ده كل ده احنا امبارح لسه ما قعدنا وصلناش خمس فاينل. ساعات هوا ما عرفناش نشوف الماتش قوي، بس لما شفت الهايلايتس الحقيقه اداء باريس سان جيرمان كان كويس جدا. عجبني تبديلات المدرب، عجبني انه امبابي لما نزل عمل فرق كبير اكيد في دراكسلر. الملعب. طيب خلينا نروح نروح لبيدرو مينديز مره تانية. وبالمناسبه اقول لحضراتكم بيدرو مينديز مش بس كان لاعب في المنتخب البرتغالي، لكنه كمان كان بيلعب في توتنهام في انجلترا، واعتقد انه لو الذاكره ما خانتنيش يعني انه زمل احمد حسام وميدو. مينديز برحب بيك مره ثانيه في السادسه، وخليني اسالك بدايه عن اللعيبه المصريه، خصوصا انك انت لعبت مع ميدو وحسام غالي، ورايك في اداء اللاعبين المصريين في الدوري الانجليزي في السيزون الاخير، مو صلاح ومحمود تريزيجيه. مساء الخير، بشكركم جدا على الدعوة، أن شرف لي أن أكون موجود معكم. أهلا وأن أعمل معكم الحديث على قناتكم. ميدو صديق كبير لي، هو لعيب قوي جدا من الناحية البدنية، هو كمهاجم قوي، وانا هو من احسن اللاعبين اللي عرفتهم المصريين في الفتره اللي لعبت فيها، واللاعبين الحاليين اللي في الدوري الانجليزي. صلاح هو لاعب على مستوى عالمي بالامكانيات وبقدرته، ده معناه انه بيفتح المجال للاعبين المصريين يلعبوا في اهم الدوريات في العالم. اتنقل معاك لخروج اليوفي، والسؤال تحديدا عن كريستيانو رونالدو. بعد خروج اليوفي سمعنا كلام كتير جدا، في بعض الريبورتس بتقول انه ان الاوان لرونالدو ان هو يعتزل، في بعض الريبورتس بتقول لا، من الممكن ان هو يكمل مع اليوفي او ينتقل لفرق تانية زي العرض اللي كان مقدم او اللي سمعنا عنه من باريس سان جيرمان. في رايك ايه الافضل، افضل محطه لكريستيانو رونالدو في الفتره القادمه؟ O Ronaldo, para mim, ainda continua a ser o jogador de referência a nível mundial. É uma máquina. Ronaldo é uma máquina. لا هو رينالدو لاعب على مستوى عالي، هو ماكينة. هو لاعب في كل الدوريات اللي لعب فيها، احدث فرق في الفرق اللي لعب فيها. في está provado nos Juventus. Por isso acredito que ainda Ronaldo ainda tem mais uns aninhos para
para jogar e para provar e para ajudar a sua equipa a ganhar títulos. انه لاعب في شغله وفي لعبه ولاعب على اعلى مستوى، انما دلوقتي اذا كنا نتكلم اذا كان هيكمل لعبه، اذا كان هيروح دوري ثاني في الدوري الفرنسي في فريق باريس سان جيرمان، دي مش عارف اذا كان هيروح ولا هيعمل ايه. بكره في نهائي مبكر بين برشلونه وبايرن ميونخ في الشامبيونز ليج، يعني رايك مين اللي فرصه اكبر للفوز في الماتش المهم ده؟ Ora bem, penso que um dos grandes favoritos já ficou pelo caminho, que é a Juventus. الفريق اللي كان مفضلين اكتر انهم يفوزوا كان اليوفنتوس. فانا شايف ان اي من الثلاث فريق ممكن فرق ممكن يكون هو بطل اوروبا. فتره توقف طويله جدا في دوريات اوروبا في بطوله تشامبيونز ليج، هل من وجهه نظرك انه فتره التوقف دي اثرت على مستويات اللعيبه وعلى مستويات الفرق الكبيره وعلى فرصها في انها تكمل في البطوله؟ انا شايف ان التوقف ما كانش مفيد لاي فريق. كان ليه تأثير كبير في التمرينات وفي الماتشات وفي الحالة البدنية للعيبة اللي أثرت عليهم أكيد وحسوا بيها. لكن دوري أبطال أوروبا هو في حافز كبير للاعبين فيه إن هم يكونوا أحسن وإن هم ينافسوا على اللقب. فأنا شايف إن الماتشات زي ما شفنا زي ماتش باريس سان جيرمان كان ماتش كبير، إن هيبقى في ماتشات كبيرة لغاية النهائي في البطولة. رغم انه الكره البرتغاليه قدمت نجوم كتير جدا لاكبر الفرق في الدوريات الاوروبيه، الا ان احنا بنشوف بنفيكا وسبورتنج لشبونه بعيدين عن المسابقات الاوروبيه او عن الوصول لادوار متقدمه في المسابقات الاوروبيه لفتره طويله. من وجهه نظرك ايه هي اهم الاسباب لده؟ وبورتو طبعا. احنا بنلاحظ ان في فرق كبير من الناحيه الماديه بين الفرق البرتغاليه والفرق الكبيره الاوروبيه. الفرق البرتغاليه حاليا ما تقدرش تشتري المواهب الكبيره زي ما كانت قبل كده. فالناديه البرتغاليه محتاجه للناحيه الماديه، محتاجه لفلوس اكتر. احنا في الفترة الحالية عندنا مدربين كويسين جدا وعندنا لاعبين كويسين، ودايما بنشتغل على ان احنا نتعاقد مع لاعبين كبار ان هم يساعدوا الفرقة على المستوى المحلي، لكن على المستوى الاوروبي بيكون الوضع اصعب. زي ما قلت ان في اختلاف كبير من الناحية المادية بين الفرق الكبيرة في اوروبا اللي عندهم لاعيبة كتيرة جدا، وفي عملية اسهل في التحويلات والانتقالات بين اللاعبين. الأندية البرتغالية من ناحية تانية محتاجة تبيع لاعبتها، لأن هي بتحتاج الناحية المادية أكتر من الفرق الأوروبية الأخرى. بمناسبة أن حضرتك اتكلمت عن المدربين، احنا عندنا مانويل جوزيه من أفضل المدربين يعني في الكرة المصرية، وكان مدير الفني للنادي الأهلي، بيمثل لكم إيه في البرتغال؟ مستر مانويل جوزيه هو رجل كرة قدم، هو مدرب ليه احترام كبير في البرتغال، كسب بطولات كتير، هو بطل. واحنا دايما بنتابع هنا في مصر البطولات اللي كسبها في مصر، وهو راجل كبير كمدرب وصورة كبيرة وليه احترام كبير عندنا في البرتغال. طيب، على الرغم من عدم وجود الفرق البرتغاليه في البطولات الاوروبيه او يعني انها توصل لادوار متقدمه، الا ان المنتخب البرتغالي بيعتبر من اقوى المنتخبات وقدر ان هو يفوز ببطوله امم اوروبا. من وجهه نظرك ايه هي اهم الاسباب؟ يعني ايه اللي يخلي مسابقه مش بقوه بقيه المسابقات الاوروبيه، او فرق ما بتنافسش بشكل كبير في اهم المسابقات الاوروبيه يقدر منتخبها ان هو يوصل للفوز ببطولة أمم أوروبا؟ لا، إس فين فين
Não, vem de encontro àquilo que eu já disse. As ده equipas portuguesas não conseguem بيتفق مع الكلام اللي manter قلته من os شوية، principais jogadores porque as إن suas الفرق equipas não têm البرتغالية ما condições بتقدرش nenhuma. تحافظ على لاعبتها لاحتياجاتهم شفت المادية. نوان do Porto, Vítor Bahia, مثلا sou fui há pouco mais depois في para بورتو Chelsea, depois فيتور باي Chelsea. راح لتشيلسي، Eu fui para o Tottenham, وفي لاعب راح depois fui para o لتوتنهام، Chelsea, توتنهام para o Chelsea, Barcelona também. توتنهام Portanto, وفي اللي راح vários aqui انتقالات acabam لتشيلسي exatamente وانتقالات igual. لبرشلونة. Mas nós ففي acessamos الفرق todos os seus البرتغالية jogadores, نفس acessamos الوضع، as equipas do mundo, acessamos اللاعبين trás para a frente, الأساسيين desde o Batista بيتم ao Varane. انتقالهم لأندية تانية في Depois أوروبا، temos o Ruben Dias do Benfica, temos Danilo do Porto, وعندنا temos كمان Ronaldo da لاعبي Juventus, Bernardo بنفيكا Silva no Manchester ولاعبي City, في بورتو راحوا على مانشستر سيتي، Bruno Fernandes no Manchester United. نونو Portanto, nós فرنانديز temos في jogadores nas مانشستر يونايتد. principais equipas في europeias. لعيبة عندنا في Portanto, aí temos uma seleção الأندية muito الأساسية forte. الأوروبية، Um jogador português ولكن من ناحية تانية tecnicamente, عندنا um منتخب jogador قوي forte جدا، لأن taticamente, um jogador muito evoluído. عندنا لعيبة متطورة Quando جدا، melhores jogadores se encontram, naturalmente a seleção fica حضرتك melhor. دايما فأكيد بيتم استدعام e neste للمنتخب. caso a seleção portuguesa, فمن por ناحية facto, a ديت seleção portuguesa é uma das principais seleções المنتخب do mundo. البرتغالي من أقوى المنتخبات في العالم. طيب زي ما قلت انه محمد صلاح من افضل اللعيبه في العالم وتشيزيجيه فارق جدا مع فرقته، شايف ايه اللي بينقص اللاعب المصري علشان يحترف بره في اكبر الدوريات في اوروبا؟ Bem, eu não conheço, sinceramente, não conheço muito bem os jogadores عشان em si, أكون só como صريح، eles أنا jogaram, o ما seu أعرفش estilo, قوي tecnicamente, اللاعبين taticamente, المصريين وطريقة لعبهم como são الفنية treinados, والبدنية porque وطريقة تدريبهم. falo por experiência, as seleções jovens portuguesas são seleções fortes, o treino de base nos clubes احنا مثلا عندنا equipados في desde البرتغال miúdos, عندنا desde قطاع sub الناشئين 10, sub قطاع 12, قوي، ومنتخبات até الناشئين a equipa منتخبات principal, um قوية trabalho من muito سن forte, muito bem 12 سنة conseguido. لغاية الفريق الأساسية Eu في acho que ناشئة para os قوية jogadores chips a وفي triunfar شغل nos قوي. principais فأنا ligas شايف إن europeias اللاعبين tem que ser um trabalho de base, de المصريين عشان formação muito يشتركوا forte, في desde miúdos, الدوريات treino الأوروبية لازم técnico, يكون treino دي شغل tático, الناشئين treino معاهم físico, بقوة من para البداية، preparar os من الناحية jogadores, البدنية ومن الناحية não só الفنية triunfar no لتجهيز equipo, mas اللاعبين، também مش nos outros بس países. إنهم يلعبوا في مصر إنما يلعبوا في العالم كمان في احتراف. طيب خليني أرجع معاك للشامبيونز ليج، فمش فولتارا مين فالارد الفرقتين اللي الشامبيون؟ تتوقع إن هم يوصلوا للمباراة النهائية، ومين الفرقة اللي بتشوف أنت أو بتميل إنها تحمل بطولة دوري أبطال أوروبا السنة دي؟ Eu penso que este ano vai ser para o Manchester City. أنا شايف إن أكتر هيبقى مانشستر سيتي. مانشستر سيتي. أنا بشكرك شكرا أجريس. جزيلا بيدرو مينديز لاعب منتخب البرتغال ولاعب نادي توتنهام السابق، على وجودك معانا على شاشة قناة النادي الأهلي في السادسة.